بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة وتحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم. ما أجمل أن يعيش الإنسان مع كلام ربه سبحانه وتعالى. فالنبي المصطفى المطيبة الأفواه بذكره صلوا عليه وسلموا يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكن مع القرآن يرفعك الله، وكن مع الله يرفعك الله. مشاهدينا، باسمكم أبتدئ الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم. شيخ أحمد المعصراوي، مرحبا بك. أهلا ومرحبا بالشيخ عبد الرشيد صوفي، حياكم الله بارك الله. شيخ محمود عكاوي، أهلا وسهلا. وعليكم السلام. دكتور محمد أمين مشالي، حياك الله. حياكم. مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة بإضاءة قرآنية وآيات يتلوها علينا شيخ عبد الرشيد صوفي. نأخذ من بركة كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن تدبر الجميل مع كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق الله العظيم. دائما ربنا جل جلاله حين يذكر الدنيا والآخرة ويخاطب عباده المؤمنين أو يخاطب الناس عموما ينهي الكلام سبحانه جل جلاله بمخاطبة العقل، مثل هذه الآية: وما أوتيتم من شيء، أي شيء كان ذلك، فخلاصته ونهايته أنه متاع الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. في سورة الأنعام: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. في الأعراف: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. في يوسف: وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. التي قرأناها: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. إيتي بطفل صغير ذي 5 سنين وخيره بين 5 كيلو من الذهب و5 كيلو من الحلوى أو الشوكولاتة وقل له اختر أيهما شئت، فما الذي يختاره؟ لابد أن يختار الحلوى. ولو قرأت عليه القرآن والتوراة والإنجيل وما أنزل الله من كتاب لا يمكن أن يفهم. لماذا؟ هذا قصارى فهمه، ذاك مبلغ علمه. الحلاوة التي يجدها وهي نهايتها في حلقومه، حتى لو وصلت إلى البطن لا حلوى فيها، هذا الذي يفهمها. أما أن تفهمه أن هذا الذهب خير لك وهو أفضل من هذه الحلوى، وبه تشتري إن شئت يعني دكاكين الحلاوة كلها
لا يفهم ذلك. ما هو قصدي من إيراد هذا المثل؟ ما يخاطبنا الله به هو هذا، ونحن كهذا الطفل الصغير، الله تعالى يخبرنا أن هذه الأعمال الصالحة خاصة في هذه المواسم الطيبة هي خير من الدنيا وما فيها. والله لتسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو آية واحدة أو كلمة واحدة من كتاب الله خير من ملء الأرض ذهبا لو كنت تفهم. لكن المشكلة أن الإنسان لا يفهم، وحين يفهم لا سبيل إلى الرجوع إليه، والناس كلهم يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى لكي يأخذوا تلك الحسنات تلك اللآلي الطيبة. أنت أيها المسلم وأيتها المسلمة إن دخلت الجنة فستكون ملكا، تعلم ذلك؟ أيتها المسلمة لو دخلت الجنة ستكونين ملكا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ليس ملكا كبيرا تعيش في مملكة، لا، الدنيا ضيقة، في كل بلد لابد أن يكون ملك واحد ولا رئيس واحد، اثنان ما ينفع. لكن في الآخرة كل من دخلها فهو ملك مملك. أدنى درجات أهل الجنة من له مثل الدنيا 10 مرات. أنا طولت الكلام لا شك في ذلك، وكلامك جميل شيخ عبد الرشيد، ولكن إن شاء الله تعالى الله ينفعنا بما سمعنا إن شاء الله. آمين آمين، نفع الله بك شيخ عبد الرشيد. مشاهدينا الكرام، مع أول المتسابقين والمتنافسين في هذه الحلقة من المغرب، أسامة وردي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة على بيع عن ذكر الله
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. القارئ الأول معنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أسامة وردي من المغرب. شيخ أحمد ملاحظاتك. أسامة سبحان الله موهبة صوتية عباه الله بموهبة جميلة جدا جدا ولكن للأسف هو مقلد يعني بمعنى لم يدرس لأن الأولويات أو البداهيات في التجويد الغنن أغلب الغنن ترك وبعدين كمان يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره صلة هنا للجميع قال لنوره من يشاء اختلسها ثم ختم ذلك بقوله ببدئه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ووقف وقال ويزيدهم الفعل يزيدهم هنا منصوب لأن يجزيهم وأن يزيدهم يعني لا يمكن يفعل ده بالك الحاجات دي خلي باله واللي يسمعنا يخلي باله من الحاجات دي. شكرا لك شيخ أحمد. نبدأ إذن تقييم القارئ والمتسابق الأول في هذه الحلقة أسامة وردي من المغرب. تقييم لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي. أسامة وردي من المغرب أول متنافسين في هذه الحلقة. إذن شكرا لكم مشايخنا وننتقل مشاهدينا الكرام مع المتنافس الثاني من اليمن بلال عبد الله الأغبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا
وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم
كفار. صدق الله العظيم. القارئ بلال عبد الله علي الأغبري، شكرا لك على هذه التلاوة. شيخ عبد الرشيد، ملاحظاتك ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، لا نملك إلا أن نقول ما شاء الله. بارك الله فيه. سمعنا قراءة حقيقة فيها من الخشوع والخضوع، واختياره كذلك لهذا المكان الذي فيه بيان عظمة الله وكبريائه، ووقفه على الكلمات، خصوصا وقفه على لفظ الجلالة الله، وكأنه يقول انتظر ماذا سيحدثك الله عن نفسه جل جلاله. فبارك الله فيك. أنا لم ألاحظ عليه أي شيء، ما كتبت أي شيء فيما يتعلق بالتجويد، ونسأل الله تعالى أن يرزقه يعني تقدما. وأتذكر أنه كان من نعم. ضمن من اشترك معنا في بعض صحيح. المنافسات السابقة سنتين نعم. لكن كان يمر عليه المرض والزكام سبحان الله، فما يتقدم. لا، هذه المرة إن شاء الله لكن صلاة التوفيق يوفق بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك شيخ عبد الرشيد. إذا نبدأ تقييم مشايخنا الكرام، تقييم تلاوة القارئ بلال عبد الله علي الأغبري من اليمن، وقرأ علينا ما تيسر من سورة إبراهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن. نبدأ تقييم أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي للقارئ بلال الأغبري، وهو المتنافس الثاني معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم. ومشاهدينا الكرام، من اليمن إلى الجزائر، والقارئ عمروش محمد عبد الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا صغت قلوبكما وإن
صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما صدق الله العظيم. عمروش محمد عبد الحق هو القارئ الثالث معنا من الجزائر. شيخ محمود ملاحظاتك على التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقارئ عمروش من الجزائر قراءته هادئة متزنة، وأستعير هذا اللفظ من الدكتور مشاري. لديه خطة في السير في القراءة، لديه خطة، ولكن حسب ما وجدته هناك أخطاء بسيطة أن يلتفت إليها. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، الزاي هنا أذهبت معه مختلفة، أزواجه لم يظهر فيها الصفير الكامل بحرف الزاي. كذلك عسى ربه إن طلق كنا، الكاف لم تكن مضمومة حق الضم كي لا تختلط مع القاف، طلاق كنا. وكذلك خيرا من كن، الإخفاء عند الكاف لم يكن إخفاء حقيقيا، لأن الإخفاء يكون عند الحرف، عند الحرف الإخفاء يكون عند الحرف، يعني نأتي بالنون عند المخرج، يعني نأتي بحرف الكاف إك ثم نأتي بالنون عند ما انتهى الصوت عندنا من كن. كذلك سائحات ثيبات، كانت الغنة قليلة، ملائكة كان المد قليل، وهو يقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، هذا الذي وجدته، ولكن هذه ملاحظات طفيفة، الكل يقع بهذا، القرآن يبقى دائما الغالب. شكرا لك شيخ محمود عكاوي على هذه المداخلة والملاحظات، ونبدأ تقييم مشايخنا الكرام على تلاوة القارئ عمروش محمد عبد الحق من الجزائر. لجنة أحكام التجويد وأيضا لجنة الأداء الصوتي، مثلا في الدكتور محمد أمين مشالي، نبدأ التقييم. شكرا لكم مشايخنا. الدكتور محمد أمين، نأخذ ملاحظاتك، ملاحظات الأداء على أسامة وبلال وعمروش. أسامة أخ ما شاء الله من المغرب،
هو لا يعرف ما وهبه الله تعالى من الصوت. يبذل صوته فيسرفه. يعني ما شاء الله كما أشار إليه الشيخ عبد الرشيد الصوفي، الصوت صوته جميل للغاية، فيه إحساس والعاطفة، لكن هو يبدأ من الطبقة العالية في البداية. يعني إذا بدأ القارئ من الطبقة العالية يصعب عليه الانتقالات من بعد ذلك، فهو وجد هذه الصعوبة في أدائه. قراراته غالبا ما قرار معلق، لكن يعني أعجبني أيضا في بعض المتسابقين نحن نشاهد غير ما لم نجده في المتسابقين الآخرين. ما شاء الله. أنا وجدت عنده أيضا شيء عجيب، هو أداؤه بحجاز كار. مقام حجاز مشهور، لكن إن حجاز كار نوع من الحجاز، يعني تنزيل مقام الحجاز إلى الطبقة الأولى، مقام الحجاز من الطبقة الثانية، تنزيل هذا المقام، إذا تم تنزيل هذا المقام إلى الطبقة الأولى يكون حجاز كار. هذا يعني هو أتى بهذا المقام، أعجبني أداؤه. أداء بالنسبة لي أداء عشوائي، دائما أقول بدون خطة، يعني القارئ إذا لم يكن عنده خطة لا يسلم من الأخطاء. القارئ الثاني بلال الأغبري. القارئ الثاني ما شاء الله بلال عبد الله من اليمن، يعني اجتمعت حسناته في الأحكام وسيئاته في الأداء. الله المستعان. يعني انتقالاته غير جميلة من مقام إلى مقام آخر، العشوائية، فقط هو أعطى الإعجاز حقه. سوى ذلك هو مر بالعديد من المقامات. دليل ذلك، دليل ما قلته يعني من أن أداءه أداء عشوائيا، هو انتقل من الرست إلى الحجاز كار، ثم إلى الكرد، ثم نهاون، ثم إلى الحجاز. هناك بين هذه المقامات غير التناسق، غير موجودة. يعني إن كان انتقاله من الحجاز إلى الحجاز كار مثلا معناه عنده خطة. القارئ الثالث عمروش شيخ عكابي، هو ضيق طريقي يعني للتقييم، فقال صوته جميل وأداؤه جميل. ماذا لديه أقول؟ لديه خطة. لا وأسندها إليك يعني. نعم. لكن هذا مصطلحه يعني. أسندها إضافة إلى ما أشار إليه من مميزات أدائه، أداء أخ عمروش، أنا لاحظت العديد من النشاز والخروج من الطبقة، لا سيما في القفلات وفي الهبوط. الصوت والنغمة يخرجان من سيطرتي في القفلات خاصة. وأعجبتني هو بدأ الآية قوله عز وجل استعوذ بالله، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله بالنهاون، في نفس الآية انتقل إلى الكرد خرج بجهارك. يمكن أن تعداد هذا من حسناتي ومن سيئاتي، أنا اعتبرته من السيئات. بارك الله فيك. الله ينفع بك يا دكتور محمد أمين، وشكرا لكم مشايخنا الكرام. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى فاصل، ونعود بعد ذلك مع كلام ربنا سبحانه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل مع جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة، وتحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم، نجتمع وإياكم ومع مشايخنا الكرام نتعلم من أحكام التجويد ومن طريقة تلاوة القرآن بأدائها وبأحكامها. أما الآن فمع القارئ الرابع في هذه الحلقة من مصر، محمد عبد الحميد. محمد عبد الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل لما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. القارئ محمد عبد الحميد. محمد عبد الحميد من مصر، والملاحظات عند الشيخ أحمد المعصراوي. عاوز أقول حاجة. تفضل شيخ. عاوز أقول إن الملاحظات اللي هقولها لا تتعلق يعني بموضوع إن إحنا نقلل الدرجة وكده، لا، إنما هي ملاحظات فنية يعني يحاول أن يستدركها أو يفهمها هو ومن يشاهدنا في التلفاز. حسن الاستلال مهم جدا، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا. الحديث ده عن إيه؟ عن أهل الكتاب اليهود. إنما لو قال إن إبراهيم كان أمة كان استهلال أحسن، من باب الأفضلية يعني. ثم وجادلهم بالتي أحسن، حلو، وصلها وإن كان كما يقول ابن الجزري وليس في القرآن وقف النجم ولا حرام غير من السبب، لكن إن ربكم على الله سبيله جملة مستقلة لا تتعلق بما قبل. وكمان أسرى بعبدي كأنه ركن، أسرى كأنه فصل كذا، وحوله ما قلش حوله حوله، لكن هو قراءة الحقيقة في الجملة كذا ممتازة. ما شاء الله. إذا نبدأ تقييم القارئ محمد عبد الحميد من مصر. محمد عبد الحميد نأخذ تقييم أحكام التجويد والأداء الصوتي للقارئ والمتنافس الرابع معنا في هذه الحلقة، محمد عبد الحميد. دكتور محمد أمين. الله الله. دكتور محمد، إذا انتهينا من التقييم، شكرا لكم مشايخنا الكرام. ننتقل إلى المتنافس الخامس في هذه الحلقة من أفغانستان، والقارئ نصير الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره رسول الله.
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صدق الله العظيم. شكرا للقارئ نصير الله من أفغانستان، ونأخذ ملاحظات شيخ عبد الرشيد. نصير الله من أفغانستان، ما شاء الله شيخ كبير في صوته، يعني ما شاء الله صوت قوي. زين، بالنسبة للأحكام عنده مشاكل كثيرة، منها صفات الحروف، يفخم أحرفا غير مفخمة مثل الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لا نقول حق وإنما هي حاء مرققة. وكذلك عنده زيادة في المدود على غير يعني حدها، فينتبه لها، ولكنه ما شاء الله يعني فتح الله عليه وبارك الله فيه. أمين، الله يجزيك خير شيخ عبد الرشيد. ونبدأ التقييم. تقييم القارئ نصير الله من أفغانستان، لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي. نصير الله من أفغانستان، وهو المتنافس الخامس والأخير معنا في هذه الحلقة. دكتور محمد أمين مشاري، انتهينا من التقييم. دكتور محمد، نبدأ معك الملاحظات. عندنا محمد عبد الحميد ونصير الله، ملاحظات الأداء الصوتي. أخ عبد الحميد، محمد عبد الحميد، ما شاء الله مساحة نفسه واسعة للغاية، ما شاء الله أعجبتني ذلك، لكن أداؤه يحتاج إلى التقعيد، يعني عليه أن يتدرب كثيرا مع الابتعاد عن التقليد المحض. هو يقل عنده التقليد المحض، فهذا يشوش أداءه.
هذه ملاحظاتي بالنسبة له. نصير الله. نصير الله ما شاء الله، كما قال الشيخ عبد الرشيد، صوت قوي للغاية، جهور. لكن حقه الرسوب في الهبوط والصعود. هو يعني الهبوط والصعود أو القدرة على الهبوط والصعود من مميزات حسن الأداء، بشرط أن يكونين بالتدرج. يعني هو ما شاء الله صعد إلى القمة مباشرة، فحاول إلى الهبوط لكن لم يتمكن من النزول من الهبوط، فذهب إلى التخلص من الأداء بطبقة عالية. هذا لا يحسن من حيث حسن التلاوة، عليه أن يهتم بذلك. الله يبارك فيك دكتور محمد. إن أذنت لنا أيضا قبل أن نخرج إلى الفاصل أن تختم بتلاوة طيبة قبل الفاصل. يا سلام. وتعطينا من أنت ذكرت في كان بداية الحلقة من الملاحظات الجميلة ما يتعلق بالانتقال إلى الجهاركة. نعم. أي فأعطينا مثال ومنها نستمع لكلام الله عز وجل. لكن يعني للانتقال إلى الجهاركة لابد من الرست أولا. خذ راحتك. عندنا سمعنا الرست والحجاز وقال لك بين يديك. يعني إذا نبدأ من البيات. من البيات وكل كل كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا والبيات مع الشوري، والآن أنتقل إلى الرست. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أنتقل إلى الجهاركة.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بعد ذلك يجب يحصل الانتقال إلى سيجا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أرجع فأنتقل إلى النهاوة وبعدين أذهب إلى النهاية. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله ينفع بك دكتور محمد، شكرا لك. الانتهاء بالبيات ايضا. بارك الله فيك. شكرا لك دكتور محمد، شكرا مشايخنا. مشاهدينا الكرام، من من القراء الذين شاركونا في هذه الحلقة؟ من منهم سيتأهل معنا للمرحلة القادمة؟ سنتعرف عليه بعد الفاصل، كونوا بالقرب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة. نجتمع وإياكم مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. من من القراء سيتأهل للمرحلة القادمة؟ شاركنا في هذه الحلقة مجموعة من القراء من المغرب واليمن والجزائر ومصر وأفغانستان، أسامة وردي وبلال عبد الله الأغبري وعمروش عبد الحق ومحمد عبد الحميد ونصير الله، الذي حصل على المركز الخامس في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نصير الله من أفغانستان، المركز الرابع أسامة وردي من المغرب، المركز الثالث عمروش عبد الحق من الجزائر، أما المركز الثاني محمد عبد الحميد من مصر، والمركز الأول والمتأهل للمرحلة القادمة بلال عبد الله علي الأغبري. مبارك يا بلال، شكرا لكم مشايخنا الكرام وشكرا لكم مشاهدينا. نلتقي وإياكم مع القرآن وعلى مائدة القرآن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون